حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام، من جديد رحب فيكم في برنامجكم ملهم عبر هذه الشاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت، ومعكم من جديد مع الإبداع الكويتي وأيضاً مع المخترعين الكويتيين. اليوم راح يكون معنا إن شاء الله مخترع كويتي مبدع رحب فيه باسمكم، هو الأستاذ عبد الله لتيم. حياك الله أستاذ عبد الله وسعداء بلقائك. يحييك، تسلم، يعطيك العافية. طبعاً أستاذ عبد الله من المختبر الكيميائي تخرج لنا عدة تجارب كيميائية، خرجت لنا طبعا الاسبرين، الالومنيوم، النايلون، البطاريات، ما شاء الله تجارب كيميائيه غيرت مجرى الحياه وساهمت في كثير من الامور. وايضا من مختبر الاستاذ عبد الله لتيم ايضا خرجت لنا اختراعات ما شاء الله مهمه تحمل اسم الكويت. اول شيء ودي ارحب فيك مره ثانيه استاذ عبد الله، ويعني نتعرف على بداياتك في اتجاه كل هالمجال، المجال الاختراعات ومجال مختبر الكيميائي. طبعا بدايتي كانت بالنادي العلمي الكويتي. طبعا دخلت النادي من عمري صغير، عمري 4-5 سنوات. طبعا نقول السبب الرئيسي هو اهلي، لان ابوي كان احد مؤسسين النادي العلمي، فهو اللي شجعني ان اكون ادش النادي العلمي واتدرب. والحمد لله دشيت في معظم الاقسام، خذيت معلومات، لما اخر شيء وصلت الى قسم الكيمياء ومختبر الكيمياء اللي بديت فيه، ان حبيت هذه الهوايه الكيمياء اللي تحولت من هوايه الى عمل الى مجال الاختراعات اللي اسمه هو موجود ما شاء الله. يعني متى انضميت للنادي استاذ عبد الله؟ سنه 85 86 كذي. كم كان عمرك؟ كان عمري 5 سنوات. ما شاء الله، يعني صغير كنت. ما شاء الله، كنت صغير، كنت اروح مع ابوي كمتدرب صغير، يعني ممكن نقول يعني مثل توني في بدايه الطفوله، كنت ادش الانشطه العلميه اللي هو حق الطفوله، اللي هو مثل رياض الاطفال او سن الروضه، اللي هو الانشطه العلميه الخفيفه. لما تدرجت وصلت العمر 7 و8 الابتدائي، دخلت الأنشطة اللي تناسب الفئة العمرية الكبيرة في النادي العلمي، وبدأت أني أتدرب وأشوف الأقسام اللي تلائمني. لما وصلت مثلا المرحلة الأخيرة أو القسم اللي عجبني أكثر شيء هو قسم الكيمياء. يعني قسم الكيمياء ما انتسبت له فورا من دخولك للعمر مباشرة؟ جربت يعني قلت معظم الأقسام الورش العلمية، يمكن نقول يعني مثلا اني قاعد ابحث عن شنو هوايه اللي احبها. يا سلام، لما اخر شيء وجدت ان الهوايه هو مجال الكيمياء او مجال العلمي بالخاص الكيمياء. نعم، الوالد شنو كان تخصصه؟ كان تخصصه هندسه لحام، كان بعيد عن تخصصه. بعيد، هذا السؤال يعني ما اجبرك على تخصصه. لا لا، هو كان لانه هو بعد من مؤسسين قسم اللحام، يعني هو صاحب فكره ان قسم اللحام يبطل بالنادي العلمي. ما شاء الله، بس انا كان مجالي غير عن الديزاين واللحام والحديد بالضبط، فرحت مجال اخر كلش اللي هو مجال الكيمياء. طيب هالمجال متى اخترت يعني استاذ عبد الله؟ اي عمر قدرت بالمتوسط اتخذ قرار؟ بالمتوسط. ما شاء الله، بالمتوسط دخلت قسم الكيمياء وفكرت اني اقول ودي اكون بالمسنين. بديت الحلم انه ودي اكون بالمستقبل كيميائي، انا اكمل دراستي واصير كيميائي. بالمتوسط هذا الكلام لما رحت النادي العلمي؟ طبعا اي، يعني يعتبر النادي العلمي يعني هو اللي يحدد لنا شنو ودنا نكون بالمستقبل. وايد ناس عندي من دفعتي او جيلي كان حابين انه من تخصصاتهم صارت عملهم بالمستقبل، يعني مثل عندي اصدقائي كانوا بالالكترونيات معي صاروا الحين مهندسين الكترونيات، اللي معي كانوا كطيران صاروا مثلا يا مهندس طيران او صار كابتن طيار. ما شاء الله، فالنادي العلمي مثلا يعتبر انه نقدر نحدد شنو مستقبلنا. صحيح، من تخصصات العلميه اللي ندرسها. طبعا يعني استاذ عبد الله انا ودي اخذ منك فائده جميله خلال هالاختيار، انك انت ما شاء الله بهالعمر قدرت تختار تخصص حياتك، وتخصص ما شاء الله مو سهل. هذه رساله حق الطلبه ايضا، انه هو قادر على الاختيار، وهذا جانب مهم، ان حتى يعني والامر لا يجبر الطالب على الاختيار، هو قادر ان شاء الله. اي بالعكس، يقدر يكون الحين الفرص موجوده وايد، وفي وايد انشطه وورش علميه يقدر الطالب انه يختار شنو
وده يكون بالمستقبل يجرب من الحين، واذا اختار يقول انا بدي اكون مثلا في اي مجال علمي او مجال الطب او صحيح. مجال العلمي اي واحد من هالمجالات. ممتاز. طيب استاذ عبد الله، ايضا بالنسبه بعد ما اخترت يعني هذا التخصص، شلون بدا جانب الاختراع عندك وجانب الابداع في النادي العلمي وفي التخصصات تحديدا؟ يعني كبداية تدربت أول شيء كطالب من الطلبة، إن أدرب شو معنى الكيمياء. أول شيء مثلاً قبل أصير مخترع لازم أعرف أنا مثلاً في هالمجال لازم أتعلم فيه، أتعلم أشياء أساسية البيسك، الأشياء الأساسية في الكيمياء، شو هي الكيمياء، شو هي التفاعلات الكيميائية، عشان من خلال هذه التجارب من خلال الأشياء اللي أتعلمها أبتدي أكون لي فكرة إبداعية. إن الناس يقول إن أجهز حق نفسي فكرة إبداعية، والحمد لله تدرجت في البرامج العلمية مات بالمختبر الكيمياء وبالمستويات والتجارب اللي سويتها لما وصلت مرحلة إن قدرت إن أفكر في فكرة علمية. فكانت أول فكرة كانت لي اللي هو جهاز توليد غاز الأوزون. هذا أول فكرة. هذا أول فكرة كانت. كان تقريبا كان عمرك يا سيدي؟ توني 17 سنة. ما شاء الله تبارك. كان عندنا وراها يعني في نفس السنة اللي سويت فيها المشروع كان عندنا مشاركة. نذكر كنا بنروح مشاركة في جنوب أفريقيا بروتوريا، كان في عندنا هناك معرض حق اللي هو السن المتوسط او السن مثلا الثانويه المتوسط، كان معرض للشباب للانشطه العلميه والابتكارات العلميه. ممتاز. فتعتبر كان هذه اول مشاركه لي، فقدرت اني شلون اخلص الفكره هذه في زمن قياسي عشان اشارك في المؤتمر. ممتاز. احنا نكمل معك ان شاء الله اكثر حول هذه الافكار والابداعات، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل وراجعين لكم في ملهم، خلكم معنا. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ملهم، وارحب من جديد بضيفي الفاضل الاستاذ عبد الله تيم. حياك الله استاذ عبد الله. نرجع مره ثانيه لاول اختراع لك استاذ عبد الله، شنو كان؟ عن توليد غاز الاوزون. مثل شلون اولد غاز الاوزون بطريقه مبتكره وبزمن قياسي بسيط، واستخدمته كانت كلها ادوات تعتبر من الريسايكل، اشياء بسيطه يعني انابيب وبيبات عاديه بسيطه كانت عندي بالمختبر واستخدمته. وانها كانت شويه يعني تعتبر الفكره كان شبه مستحيله، إنه لازم في كمشروع كولد غاز الأوزون لازم نحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، يعني أكثر من 240 فولت، يعني وصل إلى 1000 فولت. فأني ابتديت إني شنو أتدرب في مجال الإلكترونيات كأساسيات عشان أبتدي أسوي الاختراع الكيميائي. فأني دمجت تخصصين كإلكترونيات وكيمياء مع بعض، وقدرت أسوي تعلمت الدائرة وسويت الدائرة الإلكترونية بمساعدة الأستاذ الإلكترونيات في أنا ذاك وقتها، وبعدين دمجتها مع المشروع. والحمد لله الحمد لله طلع غاز الأوزون، وشاركت في الأسبوع نقول المعرض المبتكرين اللي كان في بروتوريا بجنوب أفريقيا. ممتاز. طيب ودنا نتكلم عن يعني أعمال أخذت عليها برات اختراع أستاذ عبد الله. يعني من بعد المشروع هذا بديت أسوي اختراعات وابتكار، أو نقول اختراعات أكثر. فبديت بعدين بالأسمنت البيئي، هذا خليت فيه شهادة برات اختراع عالمية. نيد وصلت إلى مرحلة إن أفكر بطريقة شوية جديدة مبتكرة، يعني نقول أكاديمي يعني كنظام أكاديمي. فأني تحولت من طالب إلى أو مبتكر، فكرت شلون أصير مخترع. فهذا يكون شيء مختلف جديد، إنك اختراعات هذا يكون شيء يعني نقول اختراع معناته لازم يكون شيء ما موجود الفكره في العالم كله. فبديت في الاسمنت البيئي واختراع اللي هو شلون استخدم مثلا السماد الناتج من محطات الصرف الصحي كفلتر. واختراع الثالث سويته اللي هو ان شلون استخدم مياه الصرف الصحي لانتاج طاقه كهربائيه، يعني اول طاقه كهربائيه من مجموعة طاقات أخرى، يعني غير طاقة الشمسية، غير طاقة الرياح، وغير الطاقة الكهربائية اللي نقول نعتمد على النفط أو نقول الوقود. فسويت طاقة جديدة اللي هو مياه الصرف الصحي. فأني دشيت مجال ثاني نقول شوي أكثر تعمقا في مجال الكيمياء. ممتاز. طيب الجوائز اللي حصلت عليها من الاختراعات سيد عبد الله؟ طبعا من خلال الاختراعات هذيلة عن طريق نلت أول شيء طبعا المعارض اللي شاركت فيهم نوعيتها تكون مختلفة، فشاركت في معارض المخترعين على مستوى العالم
عن طريق النادي العلمي ومؤسسة كويت التقدم العلمي اللي هو مركز صباح الأحمد اللي هو والإبداع. فهو المركز اللي كان يرعى المخترعين من الألف، يعني نقول من بداية المخترع للنهاية، اللي هو حق الشهادات بعد اختراع شو النيلة والمشاركات. فكنت مشارك في معرض المخترعين في جنيفا، وشاركت في المعارض العالمية للمخترعين في الكويت وجنيف، وشاركت في معارض في بريطانيا. هذول كلهم الحمد لله شاركت فيهم كالاختراعات الثلاثة اللي ذكرتهم، وخذيت فيهم جوائز علمية. خذيت جائزة، خذيت في جنيف الميدالية الفضية، يعتبر المركز الثاني كأفضل اختراع بيئي كيميائي. والاختراعات الباجية خذيت فيهم من منظمة إيفيا للاختراعات في أوروبا كأفضل اختراع على مستوى أوروبا، اللي هو ميدالية الذهبية ما شاء الله، سنتين على التوالي. ممتاز. طبعا أنت راح كان معك أكثر أستاذ عبد الله حول هالاختراعات وهذا النجاح وهذا الإبداع إن شاء الله، وأهم يعني مسيرتك في الاختراع في جانب الكيمياء. لكن نشكرك كل الشكر، ومعك إن شاء الله نكملين الحديث بقية إن شاء الله. كل شكر لك. عفو. ايضا شكر موصول لكم مشاهدي الكرام على هذه المتابعه لبرنامجكم ملهم. انتظرونا في حلقه جديده، وفي امان الله، مع السلامه.